أما هلا سلمى وصلنا لمساحتنا الطبية ورح نحكي اليوم عن خشونة المفاصل اللي عم يعاني منها عدد كبير من المرضى في المنطقة العربية، وتعود أسبابها لقلة الحركة والرياضة أو زيادة الوزن وإصابات مختلفة وغيرها من الأسباب. أكيد نور، لما بيكون الألم شديد وبيفشل العلاج بتخطي خشونة الركبة بالتحكم بهي الخشونة مع وجود علامات الخشونة المتقدمة، بهي الحالة يصبح التدخل الجراحي هو الحل الأمثل. هالموضوع رح نسلط الضوء عليه مع ضيفنا الدكتور جهاد دغستاني، أخصائي بالجراحة العظمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك صباح دكتور. النور، أهلا وسهلا. خلينا أول شيء نحكي عن مرض خشونة المفاصل، ومثل ما ذكرنا بالمقدمة أهم أسبابه هي قلة الحركة. يمكن بسبب التطور العصر اللي وصلنا له بتلاقي العالم قلة الحركة، كل شيء بيوصل لعندك عن طريق الإنترنت. هلا بصراحة نحن بلدنا أكثر شيء عم نلاقي إنه في تنكس مفصل ركبة بدرجات أدمى. خلال عملي أنا بألمانيا بماليزيا كنا نبدل مفاصل ركبة بأعمار 60 70 سنة. بسوريا بدول عم الشرق نتفاجأ بأعمار أصغر، بأعمار 50 سنة عم نضطر نعمل تبديل مفصل ركبة. هلا السبب الأساسي لتنكس مفصل الركبة هو العمر أو الجهد المتكرر على المفصل، تآكل سطوح مفصلية. السبب الأساسي له التقدم بالعمر، وقت يكون عندنا الهدم هدم سطوح مفصلية أكثر من البناء. هذا الشيء مو موجود، يمكن رتم الحياة غير الصحي اللي موجود بلدنا، الأرضية، أنواع الأحذية، الصحة، الوزن الزايد، ما في رياضة لطيفة على المفصل. اختلفت الأسباب عن قبل؟ يعني عم تقول دكتور إنه قبل كان بسبب المجهود، هلأ عم نحس إنه لا، قلة الحركة. هلا قلة الحركة نفس الوقت مع رتم الحياة غير الصحي، الغذاء غير الصحي، نوع الحذاء الغير صحي، أرضية البيوت عندنا أرضية بلاط أو رخام، او يعني ارضيه صلاه مو صحيه كمان. شلون ما في سباحه، ما في رياضه لطيفه تغذي المفصل الركبه. المفصل بيتغذى بالحركه من دون جهد، ويتاذى بالجهد بصير تاكل سطوح مفصليه. هلا بصراحه وقت توصل تاكل تاكل كل السطوح الغضروفيه بتوصل لتنكس خشونه درجه رابعه، مضطر وقتها نعمل تبديل مفصل ركبه. طيب دكتور، هون كان بدي اسالك، يعني عاده الحالات اللي عم تيجي تراجعك، هل هي في حالات عم تيجي يعني قبل بحاجتها لتكون بحاجه للعمل الجراحي، ولا مثل ما قلت كلهم عم يوصلوا لمرحله بحاجه فورا انه يكون جراحيا؟ هل في مثلا اعراض معينه الشخص ممكن الطبيعي يحس انه هذا الالم ما هو الم طبيعي وصار بحاجة لمراجعة الدكتور، ما بيكفي أخذ له مسكن، بحاجة لمعاينة؟ طبعا هو الالم هو المشكل الاساسي تنكس مفصل الركبه. الالم قديش نسال المريض قديش في يمشي مسافه من دون الم؟ يعني الشخص ما بيحس بالم. هلا بدايه التنكس هو الالم، وتكون تعرض سطوح مفصليه، الالم هو المشكل الاساسي انه في مشكله بمفصل الركبه. هلا مشكله بلدنا بصراحه بيجينا كثير مرضى عنده تمزق غضاريف، ما بيراجعوا للمراحل الاولى، مسكنات، بياخذوا مسكنات. الاول اعراض تمزق غضروف هو ازعاج اخر الفرد واخر الثاني، بحالات متقدمه بصير انعقاد، وهذا التمزق من اهمله فترات طويله بيخرب سطوح مفصليه. هذا التخرب بيؤدي بيأهل بانه يتنكس مفصل ركبه باعمار صغيره. ودكتور هي نقطه مهمه عم تحكي عنها، تجاهل يمكن الاصابه او تجاهل المرض الالم بشكل يعني خطا شائع عند الجميع، لما نقول مثلا في الم بسيط ان كان بالركبه او المفاصل انه بنغض النظر عنه، لتلاقي لها بتوصل لمرحله متطوره لازم يتدخل الدكتور او عمل جراحي. قديش مهم فعلا مراجعه الطبيب، ومعلش باعمار مبكره، بما انه نحن عم نقول انه هيدا المرض كان يصاب فيه بالستينات والسبعينات، اليوم عم نتفاجئ بالاربعين والخمسين. مراجعه الدكتور بشكل دوري قديش مهم، لو انت حتى ما عم تحس باعراض او الام بسيطه. طبعا ضروري الفحص الطبي عند طبيب جراحه مفاصل، ضروري كثير مريض بحس بالام مفاصل. طبعا في اسباب ثانيه، امراض رسوبيه، كسور دم مفصليه بتاهب التنكس المفاصل، بس السبب الاساسي هو انه تقدم بالعمر. يعني هذا فهي احتمال بالمرحله الاولى رتم الحياه، اذا غيرنا رياضه لطيفه، نوع الحذاء، حتى اذا غيرنا بياخرنا تنكس المفصل. بس مراحل متقدمه في الحل الوحيد بيكون اختلاف نمط الحياه او المناخ كمان بيلعب دور. هلا نوع القاعده العربيه احنا اللي عندنا بتاهب انه يتنكس مفصل الضغط الفخذي السطح السفلي، هذا مو موجود باوروبا مثلا. ماليزيا في عندهم هذا الشيء، كان بيعدوا قاعده مثل يعني القاعده يقال العربيه. انه القاعده العربيه هي قاعده صحيه، هلا هذا في حال كان يمكن نمط الحياة كله متكامل مع بعضه. هي مو القاعدة نفسها، القومة والقاعدة نفسها بتاكل السطح السفلي للضاغصة.
طبعا وتكون عدم توازن عضلي ضعف العضلات كمان بيأهب هذا الشيء. طيب دكتور، خلينا هون نحكي لأي درجة يمكن المفصل، تركيب مفصل ممكن يحل محل المفصل الطبيعي؟ هلا المفاصل تطورت مع الايام هلا، وكل يوم يطلع شيء جديد. العمر الافتراضي للمفصل، اي مفصل، هو بين 7 ل 15 سنه. نحن بنحاول قد ما نقدر ناخر تبديل المفصل الا اذا كان في عندنا تنكس شديد. هو بصراحه الالم مشعر، اذا الم حتى على الراحه المريض ما في يمشي 5 دقائق. فالحل المثالي والجذري هو تبديل المفصل. تبديل المفصل هي عمليه جدا بسيطه اذا اجت بظروف جيده بايد خبيره. يعني استاذي بالمانيا كان قال لي المانكي هو القرد هو بيقدر يبدل المفصل، مع انه بدل هو 2000 مفصل، بس المفصل هو اذا ما كنا بظروف تعقيم غرفه عمليات معقمه بشكل جيد، اذا ما كان بايد خبيره، يعني مدة بقاء المفصل بيكون قليل. هلا بصراحه نحن هلا عم يجينا كثير مرضى عندهم مركبين مفاصل، بعد 5 6 سنين عم نضطر نعمل لهم ريفيجن، يعني تبديل مفصل الركبه. وهي فترة زمنية قصيرة، يعني نحن عم نقول قديش فعليا المفصل الاصطناعي يكون بديل عن المفصل الطبيعي وقديش بياخذ وقت. يعني نحن قد ما حاولنا يمكن يكون هو بديل الطبيعي ما بيقدر يحقق جميع المواصفات الكاملة، بس فعليا في انواع للمفاصل، يعني فينا نقول قديش فعليا قادر هو يكون بديل يعطيك نتيجة قريبة عن المفصل الطبيعي. هلا تقريبا 80 90% من مدى الحركة حيكون يعوضني على المفصل، بس بيختلف حسب العمر. بالاعمار الكبيره احنا ما بهمنا المدى الحركي، بهمنا ثبات المفصل، لانه بيكون الكواليتي نوعيه العظم هشه، هشاشه العظام، فبيأثر هذا على ثباتيه المفصل الركبه. بالاعمار الصغيره بهمنا المدى الحركي يكون اكبر. فهو كل مريض لازم ننقي له المفصل اللي بيناسبه، ومو شرط يكون سعر المفصل غالي معناتها منيح للمريض. كل مفصل لازم المفصل كل مريض له مفصل مفصله خاص فيه. هلا برا بصراحه هلا عم يسوي طريقه نافيجيشن، بيعملوا صوره ثلاثي الابعاد لمفصل مفصل الركبه، بنبعتهم ديزاين تبعهم للمعمل اللي بدي المفاصل، بيعطينا مثل ادوات القطع تبعنا، بيصممنا المفصل الخاص بهذا المريض. مبدا الطريقه انه نحن نحافظ قد ما نقدر على العظم، وناخذ بس السطوح الغضروفيه المتاكله عشان نقدر نحافظ على ثباتيه المفصل. طبعا كثير ضروري بالمفاصل بيلعب دور ثباتيه قوه العضلات. فعدم الحركة نحن كثير بننصح انه يكون في رياضة لطيفة، في برنامج علاج فيزي تأهيلي بعد العملية. بالعادة نحن نبدل المفاصل نفس اليوم، بيمشي المريض بيمشي أول فترة على ووكر، بعد أسبوعين شهر طبعا حيضل في عرج خفيف عشان أكون صريح معك، بس بيرجع لحياته الطبيعية، بيختفي الألم تقريبا 90%. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي، يمكن كل عمل جراحي بشكل عام له ايجابيات وله سلبيات، هل تركيب المفاصل او تغيير مفاصل شو السلبيات يمكن اللي ممكن يعاني منها الشخص، لحتى نحكي شوي عن هاي التفاصيل كمان؟ هلا احنا اخطر شيء بتبديل المفاصل هي الالتهابات انفكشن، فلازم يكون احنا قبل ما نبدل، ما في عمليه تبديل مفصل اسعافيه حتى كسور عنق الفخذ، فلازم نعمل فحوصات تحاليل كامله، مرحله تهيئ مريض. ايوه لازم نعمل مثلا اذا كان في تبديل مفصل ركبه لازم نعمل ايكو دوبلر للشرايين، ننفي انه في التهابات خصري او في جلطات لا سمح الله. يفضل نعمل كثافه عظميه عشان نشوف الكويت تبع العظم، عشان الكثافه العظميه عند النساء بتكون بهي السن اصلا متدهوره بسن ال40، فكيف مع تنكس العظم كثافته؟ اذا كان العظم مو جيد الكويت بالمفصل بيصير وهط فيه، بيصير فكتير ضروري نقي نوع المفصل، بدنا مفصل اسمنتي ولا مفصل لا اسمنتي. المفصل لا اسمنتي لازم يكون العظم كويت، نوعيه العظم جيده. شو الفرق بيناتهم؟ الاسمنتي بيعطي اعمار اكبر الكبيره عشان نحط الاسمنت حوالين المفصل، يعطي ثباتيه للمفصل. اسمنت طبي، اسمنت مع جنتاماسين، اسمنت طبي خاص بالمفاصل، بنحطه حوالين المفصل عشان يعطي ثباتيه محل فيه العظم ضعيف. بالاعمار الصغيره عشان مدى الحركه الاكبر من مفاصل لا اسمنتيه، في مدى حركه بيكون اكبر فيها. هلا بصراحه كل يوم عم يطلع شيء جديد. هلا في شيء جديد هلا عم نسويه، نحن بلشنا فيه ان شاء الله تبديل المفاصل باستعمال الكمبيوتر النافيجيشن. في جهاز مثل جهاز ملاحه، هي عم تاخذ وقت معنا اطول بصراحه 3 ساعات. تبديل المفصل العادي عم ياخذ وقت ساعه ونص تقريبا. على النافيجيشن في مثل حساسات بنحطهم بالفخذ وبالزنبوب، فهو بيعطينا صوت وضوء انه كيف نقطع، كيف نشتغل، مثل موجه بيوجهنا يعني تبديل المفاصل، فبيعطي دقه اكثر بالمفصل. اهم شيء بتبديل المفصل هو انه نحط المفصل بالوضعيه المضبوطه، مشان المحور تبع
محور المفصل ما يكون في متخلخل شماسي تخلخل على المدى لازم البعيد. يكون دقيق يعني. طبعا طبعا اساس اساس هدول اساس طيب. شغلنا هو الدقه طبعا، ونحافظ على ثباتيه الاربطه اللي حوالين المفصل الركبي، الرباط الجانبي الانسي والوحشي، فكتير قوه العضلات لازم تكون جيده. طيب دكتور، مشان ما نوصل لهي المرحله لتبديل المفصل، خلينا بالختام نعطي نصائح عامه للمشاهدين ليحافظوا يمكن على طبيعه مفاصلهم، ان كان من خلال الحركه او الرياضه، وخصوصا النساء اذا بدنا نوجه كمان مجموعه من النصائح، لانه هن بسبب طبيعه عملهم او الكعب العالي او ربه المنزل بتشتغل كمان زياده عن الرجل، فبتحس فعلا امهاتنا اليوم بحاجه لنوع من الراحه. مجموعه من النصائح فينا نقدم لهم اياهم. هلا نحن كثير بننصح مثلا انه المريض مثلا عنده شغله مكتبي قاعد ساعه يتمشى 5 دقائق، القعده فتره طويله بتاذي المفصل، بتنشف يمكن السوائل، بتنشف السوائل، بتصير السائل ما يتوزع وتروح مفصليه كلياتها. كثير ضروري مثلا الواحد وقوف فتره طويله والجهد المستمر مشي مسافه طويله، ما بنصح المريض يمشي 3 ساعات، بس ننصحه كل ساعه يمشي 5 دقائق. كثير بننصح بالحركات اللطيفه مثل السباحه، السباحه لانه بتكون المي عم تحمل وزن الجسم وعم تقوي العضلات بشكل لطيف تدريجي. نوع الحذاء، الحذاء كثير ضروري، نوع الحذاء بياثر على طبعا بنصح السيدات اذا كان بيلبسوا كعب عالي ما يقيموا دوري كمان، لازم تدريجي نقلل الكعب، لانه اذا بكون محور الطرف بيختلف اذا بصير لربات المنازل. شو بدنا نوجه لهم نصائح للي يعني اهم شيء رتم الحياه، الغذاء الصحي كثير ضروري بموضوع هذا، الوقفه الطويله نجنب الجهد المتكرر على المفصل نفسه. نوع الحذاء حتى بنصح بالبيت، مشكله بيوتنا ارضيتها قاسيه، هلا برا هذا بالمانيا ماليزيا الارضيه خشب حتى يعني، فبصير كل ما كان ارضيه قاسيه كل ما بصير استهلاك بالمفصل اكثر. اكيد. بالختام نشكر وجودك معنا دكتور جهاد داغستاني الاخصائي بالجراحه العظميه، شكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم. نشكرك دكتور على وجودك معنا، ومثل النصائح اللي قدمتها للمشاهدين، جسمنا له علينا حق فلازم نحافظ عليه. شكرا كثير لك. شكرا لكم.